خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، الرئيس السيسي يؤكد توافق الرؤى حول ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة. الرئيس السيسي يوجه بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية. مدبولي يتابع موقف تنفيذ مشروع سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر وتطلع مصر للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، وكذلك تعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة الأخير الرئيس الجزائري ضيفا عزيزا إلى مصر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الجزائري أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى مصر، مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة واهتمامها بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية. هذا وقد تطرق الاتصال إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسة الدولة ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى، وذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، بهدف متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. وعرض الدكتور محمد شاكر في هذا الإطار جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة 2,200,000 فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، فضلا عن مستجدات استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي حاليا ومستقبلا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء على نحو يساهم في تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في المنطقة. وقد وجه السيد الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى الجمهورية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر. كما تم عرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي مع كل من قبرص واليونان، فضلا عن الربط الثلاثي مع العراق
والأردن، وكذا الربط مع كل من المملكة العربية السعودية وليبيا، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقاً لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار بوليس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. هذا وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار بوليس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، التي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معربا سيادته عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة للمستشار بوليس فهمي بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال المستشار جبالي في برقية التهنئة: إن توليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسؤوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي يتم بذلها بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروع سكن كريم، لافتا إلى أن تكامل تلك الجهود هي ضمانة رئيسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق متطلبات المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لمتابعة موقف تنفيذ مشروع سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن عمليات البناء المكثفة التي تجرى من خلال حياة كريمة تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية. واستعرض الاجتماع كذلك بعض نماذج أعمال تنفيذ سكن كريم للجمعيات الأهلية، وكذلك النماذج المقترحة لتنفيذ منازل مشروع سكن كريم ضمن هذه المرحلة. رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقترح الشراكة المقدم من جانب تحالف شركتين للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة. ويهدف المقترح إلى إنتاج نحو 2,900,000 متر مكعب يوميا من المياه على مرحلتين، الأولى حتى عام 2025 والثانية حتى عام 2030. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي لعدد من ممثلي الشركات لبحث مجالات التعاون في السوق، حيث استمع مدبولي لمقترح شراكة لإنتاج 1,000,000 متر مكعب يوميا من المياه المحلاة يقوم التحالف بتنفيذه. وأكد ممثل التحالف حرصهم على تعزيز وتوسيع قاعدة شراكات في السوق بشكل يراعي نهج توطين الصناعة، في حين أشار مدبولي إلى أن الدولة تحرص بشدة على دعم جهود القطاع الخاص وكذلك تعزيز قدرته على المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة. أعرب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة. وحرص قيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري، بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كنف ماكنزي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً،
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري، بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة. فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين، معربا عن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية في المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. حضر اللقاء الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة. افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافق الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكرية، وذلك بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في الاهتمام بمنظومة التأمين الإداري والطبي للفرد المقاتل، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لأبناء القوات المسلحة ودعم القطاع الطبي المدني. افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكري، وذلك بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية. وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية. وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكري، وذلك بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقاً لأحدث نظم الإدارة الطبية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية، كما أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها. وقدم مدير إدارة الخدمات الطبية عرضاً تناول شرحاً تفصيلياً للمستشفى وكافة الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتي روعي فيها اتباع أحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك بعد أن تم رفع كفاءتها الفنية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية. وتفقد الفريق أول محمد زكي عدداً من العيادات التخصصية بالمستشفى، وكذلك قسم الغسيل الكلوي وغرف إقامة المرضى ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات، والتي تم تنفيذها وفقاً لأحدث المنظومات الطبية المتطورة. حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة. شاركت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في ندوة حول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان، وتم تنظيم الندوة بناء على مبادرة مشتركة لمصر وتونس وليبيا في مجلس حقوق الإنسان لإبراز الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها وعدم تعاون السلطات المعنية في الدول المختلفة وغيرها.
غياب الإرادة السياسية في هذا الشأن. وأكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم في جنيف أن مصر نجحت في تنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2021، وهو الحدث الأكبر على المستوى الدولي الذي يجمع الدول والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد. أكدت السفيرة سهى جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية أن مصر على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية لتحقيق فهم أفضل لكيفية نمو المدن والقضاء على العشوائيات. جاء ذلك خلال المشاركة عبر الفيديو كونفرنس في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن حول العلاقة ما بين الحضر والمرأة والسلم والأمن، حيث تم استعراض دور مصر إفريقيا ودوليا في الدفاع عن حقوق المرأة وجهود تمكينها في مجالات السلم والأمن. وأشارت السفيرة سهى جندي إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمناطق الريفية مع التركيز في ذات السياق على المرأة لرفع مستوى تعليمها وتمكينها وتقديم الخدمات الأساسية لها. هذا وقد حرصت رئيسة الجلسة على تقديم الشكر لمصر على جهودها في هذا الصدد وما تقوم به دعما للمرأة الإفريقية. تلقى وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المالطي إيفرست بارتولو، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر ومالطا. وأوضحت وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدما، خاصة في ظل الوتيرة المتميزة التي تشهدها تلك العلاقات في شتى المجالات والدعم المتبادل في المحافل الدولية. كما رحب الوزيران في هذا السياق بتكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة والدفع قدما بمناح العمل نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الهولندي فوبكا هوكسترا، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت الخارجية أن اتصال الوزير الهولندي يأتي في سياق التواصل مع مصر، خاصة مع بدء توليه مهامه في يناير الماضي. وتناول الاتصال عددا من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وكيفية تطويرها بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما. أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أن مصر تعد شريكا مهما ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط، ولكن أيضا بالنسبة للعديد من التحديات الإقليمية مثل الصراع في ليبيا. وعبر تويتر ذكرت بيربوك أن ألمانيا تحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وترغب في البناء على هذا من أجل المستقبل ودعم مصر في مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية والاجتماعية. وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أنها سوف تقترح على مصر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر تغير المناخ القادم، ولها دور مهم بشكل خاص تلعبه أن تتولى مع ألمانيا بشكل مشترك رئاسة حوار بيترسبرغ بشأن المناخ الذي ستستضيفه ألمانيا في يوليو المقبل. وإلى العراق، حيث حددت المحكمة الاتحادية الأحد المقبل موعدا لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية. وقال بيان للمحكمة الاتحادية إنها حددت الأحد المقبل 3 فبراير موعدا للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة 17 اتحادية. يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا.
أعلن التحالف العربي في اليمن تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النووية بالعاصمة اليمنية صنعاء. وأشار التحالف العربي إلى تدمير 22 آلية عسكرية لقوات الحوثي خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب وحجة. وذكر التحالف أنه تم تنفيذ 26 عملية استهداف ضد قوات الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في محافظتي مأرب وحجة، ما أدى إلى تكبيدها خسائر بشرية كبيرة وتدمير 22 آلية عسكرية. على جانب آخر، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على جبال الهيجة شرقا وحر حجة بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء. بدأت أعمال الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحضور أعضائها كافة ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر اللجنة الدائمة في مدينة سرت الليبية. ويشمل جدول أعمال الاجتماع بحث سبل استدامة حفظ الأمن والسلام في ليبيا ودراسة وضع آليات ناجحة لإخراج المرتزقة والقوات الداعمة لها بشكل نهائي. كما يناقش اجتماع اللجنة ما يستجد من أعمال ونقاط تسهم في التقارب العسكري الليبي والتصالح المجتمعي بمختلف ربوع الوطن لتحقيق السيادة الوطنية والاستقرار. أعلن الكرملين أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن تسوية للأزمة الأوكرانية عقب لقاء الرئيسين الفرنسي والأوكراني في كييف. وأضاف الكرملين أنه ليس هناك مؤشر من الرئيس الأوكراني على أن بلاده مستعدة للإسراع فيما ينبغي القيام به منذ فترة طويلة. ومع حشد عشرات الآلاف العسكريين الروس قرب الحدود الأوكرانية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول رئيس غربي يلتقي بوتين منذ اندلاع الأزمة في ديسمبر. وكان ماكرون قد التقى مع نظيره الأوكراني وسط مساعي دبلوماسية أوروبية تهدف إلى تبديد المخاوف إزاء احتمال شن موسكو هجوما على أوكرانيا. جهود كبيرة قامت بها فرنسا في حلحلة الأزمة الأوكرانية ووجود مخرج سياسي دبلوماسي حتى لا تزداد الأمور تعقيدا بين روسيا وأوكرانيا. فالرئيس الفرنسي ماكرون التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو من أجل البحث في الأزمة الأوكرانية ومسألة الضمانات الأمنية. وأكد ماكرون أنه حصل من بوتين أثناء محادثاتهما على تأكيد بعدم حصول تدهور أو تصعيد في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. ماكرون اعتبر تصريحات بوتين له بداية حل الأزمة والمسار الذي يمكن أن تسلكه فرنسا لخفض التصعيد بين موسكو وكييف. كما دعا الرئيس الفرنسي إلى ضرورة أن يتصرف الجميع بمسؤولية، مؤكدا أن الحوار أمر ضروري لأنه يسمح بإرساء الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية. لم تكتفي جهود ماكرون عند هذا الحد، بل تحرك مسرعا من موسكو إلى كييف لمقابلة الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وأعلن الرئيس الفرنسي أنه تباحث حول تخفيض التصعيد بين موسكو وكييف، موضحاً أن أوكرانيا أكدت التزامها بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في دونباس، مضيفاً أن تحقيق التقدم باتجاه خفض التوتر بات ممكناً. وخلال الزيارة قدم ماكرون اقتراحات لوجود حل للأزمة الأوكرانية، وشملت هذه الاقتراحات التزام عدم اتخاذ مبادرات عسكرية جديدة بين الجانبين ومباشرة حوار يتناول خصوصاً الانتشار العسكري الروسي ومفاوضات سلام حول النزاع في أوكرانيا وبداية حوار استراتيجي. وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي أهمية شراكة بلاده مع فرنسا في مجال الأمن، مشيرا إلى أنه خلال اجتماعه مع ماكرون كان التركيز الأكبر على أمن أوكرانيا وأوروبا وبقية العالم. كان قصر الإليزي قد أكد أن الجولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع إلى موسكو وكييف وبرلين حققت هدفها بإتاحة المضي قدما نحو خفض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا. كما شدد الإليزي في الوقت نفسه على وجوب عدم انتظار مكاسب فورية منها، موضحة أن ماكرون أجرى مجددا مشاورات مع نظيره الأمريكي جو بايدن. كما اطلع قادة دول البلطيق الثلاثة استونيا ولاتفيا وليتوانيا على نتائج جولته.
قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن موسكو فهمت أن الغرب يقف صفا واحدا في تصميمه على فرض عقوبات صارمة في حال هاجمت روسيا أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال متوترا. وأضاف شولتز في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريسكن إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يعملون بشكل منسق بشأن العقوبات المحتملة والتي يتم إعدادها بعناية بالغة. وصلت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس إلى موسكو في زيارة رسمية، ومن المقرر أن تجري وزيرة الخارجية البريطانية محادثات حول قضية الضمانات الأمنية غدا مع نظيرها الروسي سيرجي لافراف مع تصاعد التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية. أعلن الجيش الأمريكي اعتزامه النقل نحو 1000 جندي ودبابة ومركبة عسكرية من قاعدة فيلزيك بشرق ألمانيا إلى رومانيا. وقال القائد الأمريكي جو إيروس إن بعض القوات الموجودة في القاعدة قد غادرت بالفعل، مشيرا أنه من المنتظر نقل بقية القوات. أجرت روسيا وبيلاروسيا تدريبات شارك فيها مظليون ودوريات جوية قبل التدريبات العسكرية المشتركة المقبلة المقررة غدا الخميس. وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن ناقلات جند مدرعة ومدافع هاون وقاذفات قنابل وأسلحة صغيرة استخدمت خلال تدريبات المظليين. هذا وقد أقام الكرملين بنقل قواته من سيبيريا وشرق الأقصى إلى بيلاروسيا لإجراء تدريبات مشتركة. وأثر نشر القوات الروسية في بيلاروسيا مخاوف الغرب من أن موسكو قد تشن هجوما على أوكرانيا من الشمال، لكن موسكو نفت أن تخطط لهذا الهجوم. قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في بيان مكتوب إلى البرلمان إن مستوى التهديد الإرهابي على بريطانيا تم تخفيضه من شديد إلى معتدل. ويعني هذا التغيير إلا أن احتمال التعرض لهجوم إرهابي أصبح مرجحا وليس مرجحا بشدة. وكان المركز المشترك لتحليلات الإرهاب قد صنف الخطر بأنه شديد عقب هجومين إرهابيين في أكتوبر ونوفمبر من عام 2021. نشرتنا مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها. السويد تعلن انتهاء جائحة كورونا. أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق حملة عالمية لمبادرة تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كورونا للحصول على تمويل قيمته 23 مليار دولار بهدف إنهاء الجائحة هذا العام 2022. وأشار تقرير صادر عن المنظمة في جنيف إن القادة العالم المشاركين في الحملة يطالبون بسد الفجوة البالغة نحو 16 مليار دولار إضافة إلى تكاليف التسليم للدول البالغة نحو 6 مليارات و800 مليون دولار. وقد لفت التقرير إلى أن الوقت الذي تم فيه إجراء أكثر من 4 مليارات و700 مليون اختبار لفيروس كورونا منذ بداية الوباء، فإن نصيب البلدان منخفضة الدخل كان نحو 22 مليون اختبار فقط، كما تلقى 10% من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل درعة للقاح واحد على الأقل. And ending the pandemic as a global health emergency.
The financing framework sets out. ألغت السويد كل القيود القليلة المتوقعة لمكافحة جائحة كوفيد 19 اليوم، وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا. وأعلنت الحكومة السويدية التي عزفت طوال فترة الجائحة عن فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي أنها ستلغي القيود المتبقية، معلنة بذلك انتهاء الجائحة فعليا، وذلك مع انخفاض حالات الإصابة بالأعراض الشديدة والوفيات جراء الإصابة بالمرض بفعل حملة التطعيم وقلة خطورة المتحور أوميكرون. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن احتمالية إلغاء قانون يطالب بعزل المصابين بفيروس كورونا في إنجلترا بحلول نهاية شهر فبراير الجاري. وأعرب جونسون عن استعداده لإلغاء هذا القانون، مشيرا إلى أنه في ظل الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات المتوافرة بشأن كورونا، فإنه يتوقع إنهاء القيود المحلية الأخيرة في هذا الصدد، بما في ذلك المطلب القانوني بالعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية قبل شهر كامل. وأضاف جونسون أنه يعتزم تقديم استراتيجية الحكومة للتعايش مع كورونا بعد فترة قصيرة من الآن. أعلن القصر الملكي الإسباني أن الملك فيليب السادس البالغ من العمر 54 عاما مصاب بكورونا، وأن الأعراض التي يعاني منها خفيفة. وجاء في بيان القصر أن صحة الملك جيدة بشكل عام، وسيواصل أنشطته المؤسسية من مقر إقامته، مضيفا أنه سيخضع لحجر صحي مدته 7 أيام. يشار إلى أن الملك فيليب قد تلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في مايو من عام 2021، ولم يوضح القصر الملكي إن كان قد تلقى جرعات أخرى منذ ذلك الحين. وإلى كندا، حيث أغلق سائق الشاحنات الكنديون معبرا حدوديا رئيسيا بين الولايات المتحدة وكندا، وهو ما أثار مخاوف من حدوث اضطراب اقتصادي. ويتظاهر سائق الشاحنات ضد قاعدة تطالبهم بالتطعيم لعبور الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، لكن الاحتجاجات اليمينية تزايدت لتشمل الغضب من القيود ومن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بشكل عام. ويعد إغلاق جسر أمباسادور ذا أهمية خاصة، لأن ما يقرب من 30% من التجارة السنوية بين الولايات المتحدة وكندا تأتي من خلاله. أعلنت الإمارات عن إلغاء متدرج للقيود على الطاقة الاستيعابية للأنشطة والفعاليات كافة في البلاد للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الحالي. جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا. وجاء في الإحاطة أن القطاع الصحي يواصل جهوده لتوفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100%، في حين أن نسبة متلقي جرعة لقاح كانت 94.75% من إجمالي إحصاء السكان المعتمد. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قانون المجلس الصحي المصري. ويهدف مشروع القانون الذي تم إرجاء الموافقة النهائية عليه إلى تنظيم مجالات الصحة ويرفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي.
وبهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية، ناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري. يهدف مشروع القانون الذي يناقشه النواب إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، ويتبع رئيس الجمهورية، وينظم مجالات الصحة في مصر، ويرفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية. مشروع القانون بالتأكيد مشروع مهم جدا، وسيؤدي إلى إنشاء المجلس الصحي المصري، وله أهداف كثيرة تضمنها مشروع القانون. الحقيقة يعني تدريب الأطباء والاهتمام بتأهيلهم موضوع مهم جدا. الصحة من الحقوق اللي كفلها الدستور للمواطن المصري، والدولة ملزمة طبقا للدستور بتطبيق أعلى معايير الجودة وتطوير المنظومة الصحية في مصر. بناء عليه أنا موافق من حيث المبدأ على هذا المشروع، وأنا أتمنى أن يكون هناك معايير دقيقة لهذه المنظومة. وبعد المناقشة وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، ليبدأ النواب مناقشة مواد مشروع القانون. وبعد المناقشات والمداولات وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، وذلك في مجموعه، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة. الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافق. السادة الأعضاء، يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة. وخلال الجلسة أحال رئيس مجلس النواب 30 اقتراحا مقدما من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أشاد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرين إلى أنه يستهدف اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي واعتماد الشهادات المهنية. مشروع القانون من أهم المشاريع القوانين التي سيكون لها تأثير بشكل مباشر للفجوة الموجودة ما بين القطاع الطبي والصحي في مصر وما بين أحلامهم وأملهم في هذا الواقع، لتكون هناك نقطة تلاقي ما بين إمكانيات الكادر الطبي المصري المشهود لها على مستوى العالم بالكفاءة وما بين الإمكانيات المتاحة ليهم، سواء من خلال تدريبهم أو من خلال إبراز أهمية هذا القطاع. المشروع بيتضمن العديد من الأمور، أهمها أنه بيجمع كل خريجي كليات الطب تحت مظلة حاجة اسمها المجلس الصحي المصري، تمام. هذا المجلس بيكون له مجلس إدارة ومجلس أمناء، وبيخضع مباشرة لفخامة رئيس الجمهورية، طبعا مع تعدد المجالس زي ما قلنا، مجلس الأمناء ومجلس مجلس الإدارة. ده هيرفع من كفاءة الشهادة المقدمة والتدريب المقدم للطاقم الصحي، احنا ما بنخصش أطباء بس، الطاقم بشكل كامل. ده هيفرق في المنظومة الصحية، لأنه لما يكون عندك طبيب مدرب هيقدر يقدم لك خدمة صحية، وده هيعود بالنفع على المجتمع كله بشكل عام. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناوليها خلال أيام. وأكد المركز الإعلامي أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، وذلك من خلال حملات التفتيش الصيدلية على كافة محافظات الجمهورية، والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، وكذلك التأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأكثر من 85 ألف شخص من المترددين على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، وذلك منذ بدء فعاليات المعرض يوم 26 من يناير الجاري وحتى انتهاء فعالياته. يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أوضحت الوزارة أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين في الأنشطة الثقافية المختلفة التي تقام على هامش المعرض، وفي مقدمتها التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا. كما أشارت الوزارة إلى تسجيل وتطعيم 1498 زائرا للمعرض بلقاحات فيروس كورونا من خلال مركزين لتلقي اللقاحات داخل ساحات معرض الكتاب. وإلى آخر أخبار المال والأعمال مع الزميلة فاطمة خليل. مساء الخير فاطمة. مساء النور ميرفت المليجي، مساء الخير دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. رشح الموقع الأمريكي بيزنس إنسايدر مصر ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الأفريقية. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حيث تعد هذه المؤشرات دليلا على مدى التطور الذي وصلته مسيرة التنمية المصرية ومن مؤسسات دولية تتسم بالمصداقية والشفافية. هذا وأوضح تقرير الموقع الأمريكي أن مصر قد ارتفع معدل نمو اقتصادها بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك حسب آخر الإحصاءات التي نشرتها وكالة رويترز للأنباء، مؤكدا أن تلك الإحصاءات توضح أيضا أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الأفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة أفريقيا بقيمة 394 مليار دولار. أكدت وزارة الزراعة أنه تم اعتماد عدد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك والقشريات إلى دول الاتحاد الأوروسي، ليصبح إجمالي عدد المنشآت المصرية المعتمدة 20 منشأة لتصدير الأسماك. جاء ذلك نتيجة لمفاوضات الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري على مدار العامين السابقين، كما كانت جهود هيئة الخدمات البيطرية المبذولة لفتح السوق الروسية أمام الصادرات المصرية من المنتجات ذات الأصل الحيواني باعتماد 16 منشأة مصرية لتصدير الألبان ومنتجاتها، وأيضا اعتماد 12 منشأة لتصدير منتجات البروتين، بالإضافة إلى اعتماد 20 منشأة مصرية لتصدير الأسماك. حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية للولايات المتحدة خلال عام 2021 أعلى قيمة في تاريخها، لتسجل نحو 223 مليون دولار في مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2020 بنمو وصل إلى 23%. وتعد الولايات المتحدة ثالث أكبر دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021، حيث تمثل 5.4% من إجمالي صادرات القطاع. وبلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية نحو 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي، لتمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. استقبل نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الإدارة المحلية توفيق ريشان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته للمملكة التي تستمر لمدة 3 أيام. وقام نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني بإهداء الدكتور صالح الشيخ درعا تذكاريا، كما قام الشيخ بإهداء ريشان درع الجهاز. وفي سياق آخر، وقع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس ديوان الخدمة المدنية بما
المملكة الأردنية الهاشمية السيد الناصر خطة العمل الثنائية للتعاون في مجال الإدارة الوظيفية العامة والخدمة المدنية لعامي 2022-2023. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 5 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات صعد مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 59% ليغلق عند مستوى 11,596 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2,147 نقطة. ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 20% ليغلق عند مستوى 3,182 نقطة. أظهرت بيانات الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 34% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي. وقالت الإحصاء أن معدل التضخم في الكويت ارتفع 73% في ديسمبر الماضي على أساس شهري، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار معظم المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، خصوصا المواد الغذائية والتعليم. تباينت أسواق المال بمنطقة الخليج وعلى صعيد المؤشرات، فقد صعد سوق دبي بنسبة 1% ليسجل حوالي 3,245 نقطة، كما قفز مؤشر البحرين العام بنسبة 37% ليسجل نحو 1,855 نقطة. هذا وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 17% ليسجل نحو 12,205 نقاط. أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع بعد صعود بقيادة قطاع التكنولوجيا، وتقدم المؤشر نيكي بنسبة 1.8%، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 94%. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بالمكاسب في الأسواق العالمية ونتائج أرباح الشركات في الربع الأخير من العام الماضي. ارتفع مؤشر ستوكس بنسبة 1% مع وجود جميع القطاعات الفرعية للأسهم الأوروبية تقريبا في المنطقة الإيجابية. في بورصة وول ستريت ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع الإعلان عن تقارير لأرباح الشركات وانحسار التوتر بشأن أوكرانيا، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 43%، في حين صعد المؤشر ستاندرد أند بورز القياسي بنسبة 56%، وقفز المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.22%. في الولايات المتحدة قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، لكن مخزونات البنزين قفزت بسبب طلب ضعيف. تراجعت مخزونات الخام إلى 4,600,000 برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 413,300,000 برميل، وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات البنزين قفزت 8 ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 240,800,000 برميل. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا ومرفت لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل على هذا العرض الاقتصادي. أعلنت سلطات مدغشقر أن حصيلة ضحايا الإعصار بتسيراي ارتفعت إلى 96 شخصا. وبلغ إعصار بتسيراي الاستوائية الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها نحو 165 كيلو متر في الساعة، وذلك بعد أن اجتاح جزيرة رينيون الفرنسية.
شهدت كولومبيا انهيارات أرضية أدت إلى دمار كبير في الكثير من المنازل، فضلا عن تشريد العديد من المواطنين ومصرع وجرح العشرات. وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في البلاد مصرع 14 شخصا على الأقل وإصابة 35 آخرين في وسط كولومبيا، حيث وقع الحادث في أعقاب هطول أمطار غزيرة في البلاد. وتعد الانهيارات الأرضية شائعة في كولومبيا بسبب التضاريس الجبلية وتكرار هطول الأمطار وسوء بناء المنازل والبناء غير الرسمية. والآن مع آخر أخبار الكرة والملاعب والأخبار الرياضية. وعودة مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا، شكرا ميرفت، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي الكاف خففت إيقاف مدرب المنتخب الوطني كارلس كيروش إلى مباراة واحدة وانقضت العقوبة بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية. وقال الاتحاد أن الغرامة ضد كيروش التي كانت تبلغ 10,000 دولار ألغيت، وعوقب المدرب البرتغالي بالإيقاف مبارتين بعد طرده خلال مواجهة الكاميرون بالدور قبل النهائي، ليغيب عن الخسارة بالمباراة النهائية ضد السنغال بركلات الترجيح والتي شاهدها من المدرجات. وبعد تخفيض العقوبة سيتمكن كيروش من قيادة مصر أمام السنغال أيضا الشهر المقبل في مباراتين بالمواجهة الفاصلة بتصفية كأس العالم 2022 بقطر. أعلنت اللجنة القضائية العليا المشكلة للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية عن جاهزية كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات نادي الزمالك المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل. وتوضح اللجنة أنه تم الاستقرار على إدارة العملية الانتخابية بنادي الزمالك تحت مظلة الإشراف القضائي الكامل. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة خالد جلال المدير الفني فريق سموحة ضمن مباراة الجولة 8 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وضمن منافسات الجولة 8 من بطولة الدوري يلتقي فريق الإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون فريق فيوتشر عند 8 من مساء غد الخميس. حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إنبي ونظيره مصر للمقاصة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 8 من بطولة الدوري الممتاز. سجل محمد شريف محمد هدفا لإنبي في الدقيقة 88 قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويلغي الهدف بسبب تدخل أحد لاعبي الفريق البترولي المتسلل في اللعبة، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين. بهذه النتيجة رفع إنبي رصيده للنقطة 10 في المركز 11، كما رفع مصر للمقاصة رصيده للنقطة 7 في المركز 14. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فريق الهلال السعودي يوم السبت المقبل لتحديد صاحب المركز 3 و4. هذا وحقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا صعبا على نظيره الهلال السعودي بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في دولة الإمارات. على جانب آخر، حصد مونتيري المكسيكي المركز 6 في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات بعد فوزه على نظيره فريق الجزيرة الإماراتي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النهيان بنادي الوحدة. جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول حيث افتتح زايد سلطان جاسم التهديف لفريق مونتيري المكسيكي في الدقيقة 4 بالخطأ في مرمى، ثم أضاف روجيليو فونيس موري في الدقيقة 11 الهدف الثاني، وأحرز سيزار مونتيس الهدف الثالث في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول والمباراة. وفي الشوط الثاني نجح فريق الجزيرة في تسجيل هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق اللاعب زياد سلطان في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لدينا وميرفت لاستكمال ما تبقى من التتابع. شكرا لك فاطمة. والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مرة أخرى مع الزميلة فاطمة خليل. إليك شكرا ميرفت، شكرا دينا، وأهلا بكم مجددا. وأخيرا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد السقيعة على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 16، الصغرى 10، الإسكندرية 16-12، المطروح 16-11، بورسعيد 17-10، الإسماعيلية 17-10، وجوها مائل للبرودة. أما في السويس 17-10، العريش 16-10، طابة 16-13، شرم الشيخ 19-13، الغردقة 19-13، وجوها أيضا مائل للبرودة. أما بالنسبة للأقصر 18-8، أسوان 19-8، الوادي الجديد 18-6، شلاتين 25-13، حلايب 23-14، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع أبرز لقطات اليوم. نهاية أخبار التاسعة، ولا يبقى سوى تذكرة بأبرز ما جاء بها. خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، الرئيس السيسي يؤكد توافق الرؤى حول ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة. الرئيس السيسي يوجه بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية. مدبولي يتابع موقف تنفيذ مشروع سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ختام نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت متواصلة معكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا ميرفت؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ كله الحمد لله يا رب على طول. اشكركم جدا على قراءتكم المتميزة للنشرة، نشكر كل صناع التاسعة، نشكر عمرو زكريا طبعا، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.